بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا. دائما في إطار تفاعل وفي إطار النقاش وفي إطار الرصد والمتابعة، قريت واحد شي حاجة، واحد شي كلام منسوب لشنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري، وغادي نقراه لكم وغادي ولا هذا الكلام ديالو غادي نلقى عدمين الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم يتحدث او يتعلق بمساله ديال امكانيه تهور النظام الجزائري واعلان الحرب من عدمه. كاين واحد شي كلام منشور في مواقع التواصل الاجتماعي منسوب الى شنقريح، يقول: معركة اليوم صعبة لكوننا نعيش في زمن تصارعت فيه الأحداث واختلطت فيه المفاهيم ودابت فيه القيم والمبادئ، وأصبحت الخيانة وجهة نظر وخذلان الصديق في وقت الضيق نباهة، والاستقواء بالعدو على الأخ الشقيق سياسة حكيمة، فما كان مدموما مرفوضا بالأمس القريب أصبح اليوم مقبولا بل مستحبا. كلام جميل، كلام جميل ورائع. أولا أنا شخصيا أستبعد أن يكون شنقريحة هو اللي قال هذا الكلام. علاش؟ لأن أنا اللي كنعرف واللي الشيء الذي يظهره الواقع أن شنقريحة ما عمره يفكر بهذا المنطق. هذا ماشي تفكير ديال واحد، هذا تفكير ديال واحد رازين ثقيل. ثم ان اللغه التي كتب بها او قيل بها هذا الكلام استحيل تكون لغه ديال شنقريحه. ثم كتشوفوا الخطابات ديال شنقريحه وكيف يعتدي على اللغه العربيه ويهينها ويضربها ضربا مبرحا، كما كان قال الحسن الثاني رحمه الله عليه في لقاء، قال لك انه في القمم العربيه وفي اللقاءات العربيه اللغة العربية كتأكل العصا، رحمه الله الحسن الثاني. صراحة اللغة التي قيل بها هذا الكلام وكتب بها في رأيي أنا لا علاقة له بشنقريحة وباللغة التي يقرأ بها ويتكلم بها، رغم أن الشيء كتبوا لي الناس، ولكن راك تشوفوا كيفاش كيقرأ اللغة العربية وكيف يعتدي عليها، والهمزة عنده الهمزة في آخر الكلمة عنده ما كتشتغلش. اي خطاب ديالو كنشجل واحد عدد كبير ديال الاخطاء اللغويه والنحويه والصرف التي لا علاقه لها بلغه الضاد. ومع ذلك نقراو ديال واحد القراءه في هاد الكلمه، قالك معركه اليوم صعبه لكوننا نعيش في زمن تصارعت فيه الاحداث واختلطت فيه المفاهيم. صحيح، تصارعت الاحداث بواحد الشكل كبير، وخاصه في قضيه الصحراء المغربيه منذ تطهير القرقانات تصارعت الأحداث بسرعة، ربما أذهلت النظام الجزائري والعسكر الجزائري ودرب لهم الحساب، هما مكانوش كينتظروا هذه المسألة، ودابت فيه القيم والمبادئ. هنا غادي نوقفوا عن أي مبادئ وقيم يتحدث هذا الرجل. مكاينش مبادئ وقيم عندك، عن أي مبدأ وعن قيمة إنسانية يتحدث شنقريحة؟ مكاينش ولا قيمة إنسانية ولا مبدأ من مبادئ الإنسانية يمكنك أن تحتج بها على علينا أو على غيرنا. ما عندكش لا داخل الجزائر ولا خارج. فأصبحت الخيانة وجهة نظر، هاد الكلام ماشي ديالو، هاد الكلام هادي كاين شي إخوان الذين ينسبونها إلى ناجي العالي رحمة الله عليه الكاريكاتير الفلسطيني، أو هناك من ينسبها إلى أبو نضال أحد قادة المقاومة الفلسطينية رحمة الله عليه. المهم هو هذا الكلام هذا جاي من فلسطين ولا علاقة له، وحتى يناقشها عن أي خيانة يتحدث ومن خان من. هذا مجرد كلام مرسل، هذا الكلام اللي قالوا إلى أسقطناه على الواقع وعلى ما يجري في المنطقة
وفي العالم كلام في غير محله، شكون اللي خان من خان من، يعني كلام مرسل لا علاقة له بما يجري. وخذلان الصديق في وقت الضيق نباه، هنا نتوقف، هنا نتوقف طويلا. عن أي صديق يتحدث؟ أكيد يتحدث عن إسبانيا. إسبانيا لأن نحن نعرف أن الموقف الأخير لإسبانيا ألم النظام الجزائري بشكل كبير، يعني شكل صدمة بالنسبة للنظام الجزائري والعسكر الجزائري، لأنه كان معول عليه وكان هو ركن الزاوية في الصراع المغربي حول الصحراء المغربية، وكانت الجزائر مستعدة أن تعطي لإسبانيا أي شيء أي شيء على أساس أن نظير أنها تبقى تثبت الموقف ديالها من قضية الصحراء المغربية. صحيح، هذه خذلان الصديق في وقت الضيق نباه، قد خانك صديقك. أصدقاؤكم، أظن أن إسبانيا لم تكن لكم في يوم من الأيام صديق، هي كانت مصالح بينكم وبينهم، وكنا إحنا هما الهدف. أنتم كنتم تتقاسمون مع إسبانيا المصالح من أجل الإضرار بمصلحة المغرب وبالوحدة الترابية للمغرب وباستقرار المغرب وبتطور المغرب، هذه أنا معك فيها. والاستقواء بالعدو على الأخ الشقيق سياسة حكيمة، هنا غنوقف طويلا، هنا سنقف طويلا نحط برات ديالتي ونتصنت لها. عن أي أخ يتحدث هذا الشخص؟ الاستقواء بالعدو على الأخ والشقيق سياسة حكيمة. الشقيق وهذا الواقع، هذا واقع الأمر، الشقيق بالنسبة الأشقاء بالنسبة للجزائر وما جيرانها هو المغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا، مالي، النيجر، هذوما الأشقاء اللي كتربطك بهم الجغرافيا وكتربطك بهم العرق وكتربطك بهم واحد المجموعة ديال الأمور ديال اليوم مصر. عن أي شقيق تتحدث؟ إذا كان المغرب يستقوي عليكم بالعدو، هناك فكرتان. الفكرة الأولى، إذا كنتم تلمحون إلى العلاقة بين المغرب وإسرائيل، المغرب ما عمره في تاريخه استقوى على جيرانه بأحد. التاريخ لا يمكن أن يزور. إحنا ولو أنني أنا ضد التطبيع، هذا موقف ديالي، أنا ضد التطبيع، ولكن إذا كنت، لأن أنا لست أنا الذي يقدر مصالح الدولة، الدولة لها من يقدر مصالحها. الدولة المغربية شافت أن مصلحتها تدخل في تحالف مع إسرائيل، كما أن الجزائر تتحالف مع إسبانيا. أين الفرق بين إسبانيا وبين إسرائيل؟ هادوك نصارى وهادوك يهود، ولا بغيتي تحتج عليا بالدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. ما توقفش عند اليهود، كمل إلى بغيتوا تمشوا بمبدأ الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، صدق الله العظيم، ما قالش غير اليهود بوحدهم. جميل، إذن المغرب لا يستقوي على أحد. المغرب كيشوف مصالحه. أما الاستقواء، أنتم استقويتم علينا بكل شرادم العالم، 47 سنة من كوبا، الأنغولا، الاتحاد السوفيتي السابق، فيما كان شي شرديمة ديال الشيوعية استقويتم علينا بها وحاربتونا 47 سنة. إذن لا تزايدوا علينا. وهذه اللغة ديال الأخوة ديال الأخ والشقيق ما جاتش معكم، لستم أهلا لها، ما تعرفوش كيف توظفوها، لأن لا دخلنا في الحساب ديال الأخ والشقيق، سنتعبكم. إذا جبتنا الورقة والقلم بينا كنحسبوا، سنتعبكم كثيرا، سنجد أن بينكم وبين الأخوة والأخوة والجرة غير الخير والحسن، ما عندكم حتى بها حتى شي علاقة.
فما كان مدموما بالأمس قريب أصبح اليوم مقبولا بل مستحبا. هذه غير قراءة بسيطة في هذا الكلام الذي أنا متأكد أنه ليس كلام شنقريحة، وإن اعتبرناه أنه كلام شنقريحة إذن هناك تغيير في اللغة، من لغة العقاب ولغة الاستعلاء ولغة القوة الضاربة والقارة والجيش الذي لا يقهر، ونستعمركم في 24 ساعة ونحتلكم قبل وقاء بالحماية المدنية ونديروا لكم الشيء كله. تغيرت اللغة ولات اللغة دابا ديال كنقولوا حنا المغاربة، تبداو سنطيحة يكملوها رغيب، هذه كتسمى لغة الرغيب، لغة العقل، لغة العقل ولغة الأخوة ولغة المصلحة ولغة التي افتقدتموها حياتكم كلها كدولة، عمركم ما تحدثتوا بهذه اللغة. هذه لغة ديال العقل وديال الرشاد وديال الناس الذين يفهمون السياسة، وأكيد أنها ليست لغتكم. هذا الكلام أنا يحيلني على شيء آخر، وأتمنى أن أكون مخطئا، أظن والله أعلم أن النظام الجزائري يمكن أن يتهور. نعم، أنا أقرأ الأحداث سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي وكنشوف وكنقول رأيي. أنا أظن أن النظام الجزائري الآن بهذا الكلام وبالبيان اللي دارت وزارة الخارجية ديالهم على ما داك الشيء اللي وقع في المنطقه العازله، وعلى واحد المجموعه ديال التحركات على المستوى الوطني، ان هناك شيء ما يطبخ، وان الجزائر نظام الجزائر البوخروبي العسكري يمكن ان يتهور في اي لحظه ويرتكب شيء خطا قاتل. نعم، انا ارى واتمنى ان اكون مخطئا أن النظام الجزائري الذي أصبح اليوم معزولا سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، دائما أركز على الجانب الأخلاقي، وبعد ما حف الرئيس رئيس الدبلوماسية ورئيس الدولة ورئيس الأركان حفوا صبابتهم الدوران في الدول من أجل عزل المغرب ومن أجل تجريم المغرب ومن أجل اتهام المغرب، وما ربحوا حتى حاجة وفشلوا، وجاء الاعتراف الأمريكي ومن بعد الاعتراف الإسباني زيادة على الدعم اللامشروط ديال دول مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية وسياسية فاعلة على المستوى العربي ومستوى آسيا وإفريقيا وعلى المستوى الدولي. يعني مجلس التعاون الخليجي كقوة سياسية واقتصادية هي فاعلة على المستوى الدولي. هذه الأمور كلها خلت الجزائر الآن عريانة، الجزائر الآن محشورة في الزاوية، والشيء الذي يخوف أنها ممكن تهور، لأن ليس هناك نظام سياسي عاقل. بحال مثلا نعطيو المثال بإسبانيا وألمانيا، إسبانيا وألمانيا دخلوا في صراع سياسي وصراع دبلوماسي وسياسة عض الأصابع بينهم وبين المغرب، وكيف أخي لأنها دول ديمقراطية ودول تحتكم إلى العقل وإلى المنطق وإلى المصالح، غيروا السياسة ديالهم وجلسوا مع واعتذروا ضمنيا لانه في الاول والاخير معتبرين انهم اللي غلطوا، والان هناك مفاوضات وهناك حوار وهناك نقاش من اجل حل المشاكل العالقه والرجوع الى المربع الاول وبناء علاقات سياسيه ودبلوماسيه واقتصاديه بين المغرب واسبانيا مثلا على مبدا الثقه ومبدا الاحترام المتبادل. علاش؟ لأن هذه دول ديمقراطية. أما النظام العسكري البوخروبي الذي لا يملك مقومة الدولة، أنا شخصيا أظن أنه ممكن أن يتهور ويدير شي عملية غيدير حسابه، ولكن راه قال كيدير حساب كبير ودير حدا حساب صغير باش يخرج، لأن النظام الجزائري كان يعول على واحد مجموعة ديال الأمور باش ينهي الشعب الجزائري، ولكن توالي الضربات كما قال هو شنقريحة وتخلي الصديق عليه خلاهم انهم الان في حاله ديال الارتباك،
والمرتبك ممكن يرتكب شي خطأ، وخطأ قاتل. المؤشرات شنو هي؟ على المستوى الوطني انا مثلا ارى ان عندي جوج ديال المؤشرات. المؤشر الاول هو الجانب ديال السلاح والتسلح، والاتجاه اللي مشى فيه المغرب ديال انه تنويع الشراكات وبناء والعمل على الدخول في علاقات تجاريه على مستوى التسليح مع اسرائيل، والتركيز على 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 الجانب التكنولوجي، يعني ما يسمى الان بالجيل الرابع او الخامس من الاسلحه المتطوره بحال الدرون وبحال الطائرات المسيره، بناء العمل على بناء صناعه عسكريه داخل المغرب. ثم الخطوه الاخيره اللي دارها المغرب، او الخطوه الثانيه هو العمل على بناء تفكير في بناء قواعد عسكريه في مناطق معينه من المغرب في الشمال وفي الشرق، ثم خلق قطاع او جهه او جهه عسكريه اللي هي المنطقه الثالثه اللي كاينه في الشرق، واللي المركز ديالها هي مدينه الرشيديه. يعني ان المغرب يحول الشرق المغربي الى منطقه عسكريه على غير منطقه الجنوب بليطاماجور ديالها، ايطاماجور مستقل مرتبط طبعا بالقياده في الرباط. يعني هذه المؤشرات على المستوى العسكري انا اقراها على ان المغرب يعرف شيئا ما، ان المغرب او المخابرات المغربيه او صاحب القرار السياسي والعسكري في المغرب عنده شي حاجه، لهذا يستعد. ثم ان على المستوى الخارجي او تحديدا الجزائر، هاد الشاحنات اللي كيتم القصف ديالها، وانا متاكد مليار في المئه، وهذه لا يخالين لا كما تيقولوا لا يتناطحوا فيها عن زتان، وان المغرب يستحيل من عاشر المستحيلات ان القوات المسلحه الملكيه وسلاح القوات الجويه الملكيه يستحيل ان تقصف المدنيين تحت اي ظرف مهما حصل. انا ولد المؤسسه العسكريه واعرف تقاليد وثقافه وعقليه وما يجري داخل المؤسسه العسكريه، واعرف كيف يفكر الجندي المغربي من 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 دوزيام كلاس الى جنرال دوكول دارمي الى رئيس الاركان الى القائد على رئيس الاركان، كيف يفكر وما هي العقيده العسكريه عند المغاربه. الجندي المغربي من الصعب ومن المستحيل انه يقصف شاحنات مدنيه ولو في المناطق العازله مهما حصل. هادشي مفروغ منه وما كاينش اللي يكذبني في هذه المساله. اذا هذا القصف هناك شيء ما، لا يمكن ان تقصف الشاحنات الا اذا كانت عسكريه او انها تحمل سلاح، تتحمل السلاح. هناك عمليات، وهذا هذه انا اشك ان هناك عمليات ديال تزويد مرتزقة البوليزاريو بالسلاح. علاش المؤشرات دائما انا كنقرا ما يجري. قلت اولا مساله ديال القصف ديال هذه الشاحنات، يستحيل ان تكون شاحنات مدنيه، قد تكون شاحنات مدنيه ولكن يستحيل ان تكون البضاعه اللي فيها البضاعه التي يستحيل ان تكون مواد سلع مدنيه. اكيد ان هناك حمولة فيها أسلحة، أكيد. علاش أكيد؟ لأن لو كانت مدنية وتحمل مواد مدنية والله ما تسكت الجزائر، والله لن تسكت الجزائر. ولكن الخوف هو أنه يتطور الأمور وندخلوا في تحقيق دولي نكتشف بأن هذيك الشاحنات كانت تحمل السلاح أو تحمل الذخيرة أو تحمل مواد عسكرية. هذا مؤشر، لأنه يستحيل أن الجزائر عندها أزمة ديال الزيت وديال المواد الغذائية تبقى تهبط المواد الغذائية والسلع البوليزاريو، لأن يعني العقل لا يقبلها. هناك عمليات ديال تزويد المرتزقة بالسلاح، ثم هناك عملية ديال تحرك المرتزقة من 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 المناطق العازلة والإرهاق المسائل بالسلاح وداك الشيء اللي كاين، دخلوا اللي سمعت مؤخرا انهم رجعوا لتندوف.
واخر شيء هو المساله ديال البلاغ او ما قاله المتحدث باسم الحكومه الموريتانيه الذي قال ان ما وقع لا يدخل في اطار ما دخلش في الحدود او داخل التراب الموريتاني دخلش في التراب الموريتاني وقال ان ليست موريتانيا ليست مستهدفه باي هجوم وهذا رد على ان رد على البلاغ اللي خرجته الخارجيه الجزائريه والذي يقول ان هناك رعايا دول اخرى يعني ان شيء ما يطبخ والجزائر تريد ان تورط معها حتى موريتانيا وموريتانيا في كلام ديال كلام مسؤول اللي هو المتحدث باسم الحكومه الموريتانيه يقول اننا غير معنيين واننا غير مستهدفين يعني بلغه اخرى بلا ما تجرونا الجزائر تريد ان تخلط الاوراق. هذه مجموعه من المؤشرات التي تقول ان هناك شيء ما يطبخ وان الجزائر في حاله من الحصار وحاله من الانهيار. نعم هناك انهيار لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. الجزائر الان وحدها وكتعرفوا ان الحيوان البري ملي كتحشرو في الزاويه يقدر اشنو كيدير باش يفك راسو كيجيك ديريكت تيخرج لك مباشره. ان الجزائر ليست دوله ديمقراطيه ودوله عندها اعراف ودوله عندها حلول كما كدير اسبانيا والمانيا او اي دول دخلت في نقاش او في صراع سياسي ودبلوماسي مع دوله اخرى. دولة لا تفقه إلا في الجانب في العنف وفي التصعيد وشتم ما وقع بين إسبانيا والمغرب إسبانيا بردت وحلت المشكل الجزائر ما وقع بيننا وبينهم والو قطعوا العلاقات وقطعوا الأجواء وقطعوا كل شيء وقطعوا الغاز وباغيين علاش لأن ما كاينش دولة ليس فيهم رجل رشيد. أنا أقول أنها تفكر أو تخطط ولكن تخطط لعملية نوعا ما بأيادي ديال المرتزقة أو حتى بأيادي الجزائريين من أجل أولا خلط الأوراق من أجل كسب الداخل والتنفيس أو تنفس على الاحتقان الداخلي بخلق أزمة أو حرب ولو حرب خاطفة لأن الجزائر لا تستطيع أن تدخل في حرب طويلة الأمد. خاصة أن الجزائر وهذا دليل هذا أكيد أن الجزائر وحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية المغربية مؤسسة بكماء أن الجزائر لا تعرف أي شيء على المستوى اللي وصلت له القوات المسلحة الملكية من ناحية التسليح من ناحية التدريب من ناحية العمل الاستخباراتي من ناحية استعمال التكنولوجيا الحديثة في الحرب. الجزائر لا تعرف شيئا وهذا هو الشيء الذي يجعلها تقدم وتحجم تدير طريق ولكنها تفكر اكيد انها تفكر لان شخص بحال شنقريحه انتظر منه اي حاجه تفكر في حرب خاطفه ثم الدعوه الى طاولات المفاوضات لانها ما خصهاش لان كاين داك النيف المخنن اللي ما عندوش ما كاينش الرشد ما كاينش لا غروندور باش اجي نجلسو نتناقشو لا خصو يدير شي حاجه باش يبان بانه كبير واعر وكيخلع وعاد نجلسو نهضرو ماشي بحال اسبانيا جات رساله من رئيس الحكومه ثم زياره ديال رئيس الحكومه وتحل المشكل ودخلوا الناس المفاوضات. اما العقليه البخروبيه الجزائريه المتعفنه النظام العسكري الذي تبنى على كبرانات وما تبناش على ضباط مع احترامنا للكبرانات الكبران هو جندي مقاتل ولكن في التدبير الاستراتيجي وفي الاستراتيجيه تيخصها ناس متخصصين اللي هما ضباط كبار اللي كيعرفوا يدبروا هما عقليه ديال اللي ورثوها من كبرانات فرنسا اللي كانوا هادو الكبرانات ديال فرنسا كلهم كانوا دي بلونطو عند سيادهم الفرنسيين وجاو من بعد صبحوا ضباط كيسيروا جيش الجزائري. اذا ما كاينش الجزائر انا اخاف واتمنى ان اكون مخطئا اخاف انها تفكر في عمليه ولو لان الجزائر باش تفهم واحد المساله خطيره جدا النظام الجزائري ما شي يجيب مسمار يدو تحت الرويده ديال اي مسؤول مغربي غير يفر عليه الرويده عنده انجاز خصو يديروا شي حاجه شي انجاز
اللي ضروا به المغرب باش ينفسوا على نفسهم ويرضيوا هذاك الحق وديك الكراهيه اللي عندهم، ثم انهم يسوقوه في الداخل. اظن ان الفكره وصلت، واتمنى ان اكون مخطئا وان يخرج في الجزائر عقال، ولا اظن ان الجزائر ما فيهاش عقال، لا بد ان يكون فيها رجل رشيد اللي يملي عليهم، ماشي يملي عليهم، او اللي يذكرهم بان كاين حلول اخرى، كاين الدبلوماسيه، كاين الطاولات المستديره، كاين القول والقول الاخر، ما كاينش غير عن جهيه وتخرج العينين وغنستعمركم في 24 ساعه وغنحتلكم بالحمايه المدنيه. الحمايه المدنيه ما عندهاش تطيرات باش تطفي العافيه. اتمنى ان اكون مخطئا، شكرا والى لقاء اخر ان شاء الله.